بدء موضوع الأزمات الانتخابية والإنذارات والمشاكل والحكايات، ولأول مرة في انتخابات النادي الأهلي التي تقرر عن إجراءها يومي 25 و26 تشهد إنذار قانوني. أنا امبارح قلت لك في لايف متأخر إن ما بقى حدش عارف القرار بقى مين، القرار بقى للقضاء الإداري ولو كل الاحترام والإجلال والتقدير، ولا لمركز التسوية والتحكيم. النهاردة بعت فبقى في فوضى، ما انتش عارف الامر فين. واجي لك دلوقتي على قضيه رفعها محمد مجاهد لاعلان بطلان او عدم اعتماد نتيجه او انتخابات نادي سموح. لكن في الاول لازم اقول لك ان وليد الفيل الذي كان من المحتمل ان هو يكون مرشح او يرشح نفسه في النادي الاهلي لمنصب النائب امام سياده الوزير العامري فاروق، وليد الفيل النهارده عمل انذار رسمي للنادي الاهلي ولوزارة الشباب والرياضة. الانذار بايه؟ الانذار باحقيته في الترشح، عاوز يترشح. فقال لك انا قدمت ورق، قالوا لي ده ناقص شهادة التجنيد ولا سن 54 سنة. افرض ان انا متهرب من التجنيد. بقدم ورقي ده قبل كده في ناس تقدمت في مجلس نواب وكانت متهربة من التجنيد لو انتوا فاكرينهم، وخرجوا من مجلس النواب بعد كده. فقال لك في الانذار ليه انا اتمنع من الترشح وطالب بإدراج اسمه في كشوف المرشحين، وقال إن أنا مش في سن التجنيد وأنا سن تجاوز السن المطلوبة للتجنيد. قال فضلاً عن إن نص المادة فيما يخص التجنيد هو الآتي: أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها أو لم يكن مطلوباً للتجنيد في وقت الترشح فقال لك أنا سن 54 سنة وهم رفضوا ياخدوا ورق لهذا الأساس. وذكر اسم في الانذار محمد بيك فتحي المستشار القانوني للنادي الاهلي وموظف الجهه الاداريه، وقال لك رفضوا ياخدوا كده، وقال ان دي خطوه اولى في موضوع ان هم يعني انذار، ثم بعد كده هصعد لقضايا سواء بقى في القضاء الاداري سواء في مركز التسويه، وهندخل الامور في فوضى. ليه؟ بس كل واحد بيدور على حقه القانوني، هو بيدور على حقه القانوني في الترشح. قال لك كان في تعنت من اللجنه اللي بتستلم اوراق المرشحين انها ما تستلمش ورق، وقالت لي ناقص شهاده التجنيد وانا سن 54 سنه وانا دلوقتي مطلوب للتجنيد. مفترض العقل يقول ان انا اتمسك بده في المرشحين تحت 35 سنه مثلا، فوق 35 سنه، لكن اجي اقول مش هقبل ورقك عشان ما معكش شهاده التجنيد. فهو عامل انذار للنادي الاهلي بادراج اسمه ضمن قائمه المرشحين، مش طالب حاجه ثانيه، لا بيطالب وقف الانتخابات ولا الغاء الانتخابات ولا ما الى ذلك. وبالتالي هذا الانذار تم توجيهه الى النادي الاهلي في هذا الاطار والى وزاره الشباب والرياضه، واللي عامل الانذار هو المحامي المحترم الاستاذ عيسى مكرم سيد. طلبه في الصفحه الثالثه بيقول فان الطالب بموجب هذا الانذار ينذر وينبه على المنذر اليه بصفته الاطلاع بمسؤوليات والتدخل نحو اتخاذ ما يلزم من اجراءات او قرارات لتصويب هذا الامر وضع اسمه ضمن قائمه المرشحين. مجلس اداره النادي الاهلي اعتمد اسماء المرشحين وبعته. اللي بيستلم الورق، الموظف اللي بيستلم الورق، كان الاولى به ان ياخد الورق ثم يرفض اللجنه، يعني مجلس الاداره يرفض الورق لانه ناقص شهاده التجنيد. فالدعوه الانذار اللي جاي بهذا الاطار، بس هو قايل الجمله لازم اقولها: حيث ان الطالب حفاظا منه على استقرار الكيان العظيم وعدم ادخاله في نفق مظلم من الدعاوى القضائيه والاجراءات القانونيه التي قد تؤدي الى وقف سير اجراءات العمليه الانتخابيه او بطلانها، وحفاظا منه على كافه الاموال التي يتم صرفها على هذه الفعاليات الانتخابيه، وحفاظا مره واثنين ومليون على استقرار النادي المضي قدما نحو تحقيق الافضل للنادينا، يطلب ادراج اسمه ضمن كشوف المرشحين. كان الاولى باللجنه اللي موجوده انها تاخد ورقه وبعدين ترجع مجلس الاداره وهو بيستعرض الورق يقول لك ده ناقص ويستبعده، لكن بقى في انذار وزاره الشباب والرياضه ما ابدتش رايها فيه ولا النادي الاهلي ابدى رايه فيه، لكن هو من ثلاث ورقات اهو في هذا الاطار. فنتمنى حل الامور دي عشان الانتخاب اصلا الاهلي ما عندوش انتخابات محسومه يعني ما ده 10 تحت السن 10 فوق السن و5 تحت السن
والخناقه في امين الصندوق بين مرتجي الذي يحظى بدعم كابتن محمود الخطيب وقائمته وخالد الدرندلي، وفي النائب العمري بفاروق، وفي الرئاسه كابتن محمود الخطيب والمحامي المحترم الاستاذ خالد سليمان. فبالتالي ما فيش قائمه كامله مثلا ناس ضد كابتن الخطيب، ما فيش كده. فبالتالي ما نتمناش ابدا 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 ان تبقى في ازمات من هذا النوع ومشاكل من هذا النوع تؤدي الى الاضرار بالعمليه الانتخابيه، خاصه واننا في زمن الفوضى الانتخابيه، في زمن الفوضى، ولا حد يقدر يقول اي حاجه ولا حد فاهم حاجه. اللي حصل في سموحه ده نموذج للفوضى في اداره الجمعيات العموميه والعمليه الانتخابيه، حكم بمنع اجراء الانتخابات نظرا لبطلان اجراءات الدعوه للانتخابات، وبيتم الاستشكال عليه ومش عارف ايه، والانتخابات تجرى، ويقول لك في ماده الصفحه التاسعه بتقول ان ما لا استشكال على هذا الاجراء، يقول لك لا ده المركز قبل الاستشكال في الاخر، دخلنا في فوضى. طيب هكمل لك مصير الفوضى دي ايه. مصير